هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لا زالت تستمر الأشواط شوطا تلو شوط. نسير مع شوطنا الخامس في المجموع، والشوط الخامس مخصص للإبكار. نسير مع البداية والمقدمة من تستفتح إذاعة هذا المسار، مغترة من استفتحت الإذاعة، السعيد بن سالم بن مطر بن حاذا من يقدم لنا مغترة على البداية والمقدمة. أما في ثاني المراكز الوصول من نو اللي واصل واحتلت في ثاني المراكز، معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي من يقدم لنا نو في ثاني المراكز. أما ثالث المراكز الوصول من الشاهنية بدر بن سيف بن حمد الدويكي من يقدم الشاهنية في ثالث المراكز. رابع الوصول تابع اللي وصلت واحتلت في رابع المراكز، غزر أحمد بن سهيل بن بطل عيالي من يقدمها في رابع المراكز. أما خامس المراكز وصول من قبل شعار بن حبتور من يقدم لنا دينا محمد بن حبتور بن سيف الدرعي من يقدمها في هذا المسار، من احتلت في خامس المراكز. أما سادس المراكز الوصول كذلك الظبي راشد بن محمد بن دحروي العامري من يقدم الظبي في هذا المسار. هكذا متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام أعلننا النداء الأول، ناخذ لقطة يم صورنا ونعود مع البداية، نعود مع المقدمة والصدارة. من غيرت على البداية والمقدمة والصدارة كذلك مغترة، لا زالت من تقود السرب الأول، من تقود البداية، سعيد بن سالم بن مطر بن حاذا الكتبي من يقدمها على البداية، من يتابعها في هذا الحضور، من تقود السرب الأول على الانطلاق الأول. انتصفنا المسافة، ما باقي إلا كيلوين. روح يا ابو سالم، روح مع مغترة سعيد بن سالم بن مطر بن حاذا الكتبي من يقدمها. كذلك الوصول من قبل دينا محمد بن حبتور بن ذيب بن سيف الدرعي من يقدمها في ثانية المراكز، بن حبتور من يتواجد في هذا المسار. اما ثالث المراكز تابع اللي وصلت، غزر واصلة أحمد بن سهيل بن بطية العيالي من يقدم غزر في ثالث المراكز. رابع الوصول الشاهنية بدر بن سيف بن حمد الدويكي من يقدم الشاهنية في رابع المراكز. خامسا كذلك الوصول من قبل اللي وصلت، أول نداء للمسك سيف بن مسفر بن راشد العميمي، ناخذ الأسماء والشعارات اللي لم يحين موعد دخولها ونعود. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة والصدارة والبداية
المقدمة لا زالت أو حصل تغيير؟ حصل تغيير من قبل دينا، من غيرت على البداية؟ دينا محمد بن حبتور بن ذيب الدرعي من يقدم دينا على البداية والمقدمة والصدارة، بدأت تستفتح أجواء الكيلو المتر الأخير. روح يا بن حبتور من يتابعها في هذا المسار، محمد بن حبتور بن ذيب بن سيف الدرعي من يتابع هذا المسار، هنالك والوصول من قبل مغترة السعيد بن سالم بن مطر بن حاذا من يتابع مغترة في ثانية. المراكز الصراع ما بين الثنتين، الصراع ما بين الثنتين، دينا ومغترة، دينا ومغترة، ولكن دينا من تسيطر على البداية. أهالي زاخر، أهالي زاخر، دينا محمد بن حبتور بن ذيب بن سيف الدرعية من يتابعها على البداية والمغدف والمقدمة والصدارة. لا زال بن حبتور من يتابع هذا الحضور والعصا في الأبطان بدون أي أوامر. دينا محمد بن حبتور الدرعي من يتابع هذا المسار. السلامات إلى أهالي زاخر، إلى أهالي زاخر، هنا مع حضور دينا محمد بن حبتور بن سيف الدرعي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لتقدم دينا في هذا المسار. شكرا يا بن حبتور، شكرا يا بن حبتور، دينا محمد بن حبتور بن سيف الدرعي، لحظات الفوز والانتصار والعصا في الابطان بدون اي اوامر تذكر. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لتقدم دينا محمد بن حبتور الدرعي. ثانية المراكز وصلت مغترة سعيد بن سالم بن مطر بن حادة. ثالث المراكز محنة سعادة محمد بن سلطان بن مرخان. رابع المراكز وصلت فيه نحولها للجنة التحكيم. التوقيت الزمني 6 دقائق و26 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.